عطلك من كل ما تملك. فاتح لي حلقك كما التمساح يوم ما حصلت فرصة. انت مبين تريد عقد عمل بال بقيت عقد عمل في الكويت. اكلمك الصراحة، شنو رأيك بأحمد علي اللي مسكته السلطات المصرية وحطته في السجن، اللي كان يطبل السيسي؟ كيف؟ أحمد الأستاذ، الأستاذ اللي كان يدرس بالكلية. لسه ما في خبر أكيد. لا سأل. لا أكيد أكيد. نحن قضيتنا صدام مش أحمد. إيش في صدام؟ إيش سوى لك صدام؟ الجماعة اللي تأيد صدام. نعم. إيش عمل صدام؟ قل لي حاجة جميلة كذا نفخر فيها كعرب. عمل. ضرب صاروخين على إسرائيل. والفلسطينيين يضربوا بالمئات. سنوات حرب أيضا. وما ساعدوا، وما ساعدوا. لا لا ما في مساعدة، هاي سلفونا الفلوس يا رجل. ميزانية الكويت كانت مفتوحة وميزانية السعودية ودولة الإمارات، ويوم ما وقفوا على إيران أخذت شط العرب. دخل يحارب إيران لمين؟ دخل يحارب على شليش. صدام يوم قام الحرب مع إيران، ايش الاسباب اللي خلنه يقوم بحرب مع ايران؟ لا هو يتكلم على الدعم. ها لا لا سيبه. الدعم كان يعطون العراق عشان يهلكوا العراق وايران. مو الدعم العين. ونحن ليش ما شفنا غناكم؟ ليش ما شفنا غناكم؟ طيب ليش ما شفنا غناكم؟ شفنا غنى القطري، شفنا غنى السعوديه اللي يروح، شفنا غنى الامارات، انت ليش ما شفنا غنى؟ هسه تحكي انا. لا لا زمان ايام صدام. العراق كان اي دول كلها. ما كان في موقع تكت ويطبق. يا رجل لا تحاول دكتاتوري قاتل تمجده. هذا دكتاتوري قاتل. قتل صار دكتاتوري قاتل. قتل الشعب العراقي، قتل الشعب الكويتي، قسم الأمة العربية. يعني والخونة والجواسيس اللي يحكموا الوطن العربي هذولا شنو سووا؟ يعني بشار الأسد اللي قتل المسلمين بسوريا ما قسم المسلمين. السيسي الخاين اللي انقلب على ولي الأمر ماله مرسي ما قسم الأمة، ما قسم الأمة. صدق بالله الشعوب العربية أخذ من رؤسائنا، الشعوب العربية مثلك ومثلي أخذ من زعمائنا. لا ما في كلام. لا بشار الأسد مين كان ماسك البلد؟ حافظ الأسد. لا طلع ابنه صفقنا له. السيسي قام بانقلاب وصفقنا له. أنت المشكلة. لا لا أنت المواطن العربي مشكلة. لا لا لأنك تلعب المشكلة على المشكلة بالهرم. الحمد لله على سلامة طيزي. كلكم هكذا، كل واحد يفكر بمشكلته. لا ما حد يفكر بالوطن. إذا كان المصريين 100 مليون كم؟ 100 مليون برضو للسيسي يقوم بانقلاب يا أخي. الأتراك طلعوا وقفوا أمام الدار. أنتوا شعب بليد، شعب تشتو بالجزمة. كلنا احنا الشعب المصري، الشعوب العربية كنا احنا نشتو بالجزمة وما تمشينا احنا إلا الجزمة. والله العظيم الجزمة تمشينا احنا. زين شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ ولي العهد السعودي راح الفرنسا. أيوة. وقبل هاي راح لليونان. أيوة. وأجر فندق كامل. أيوة. وقلوا ياي فاتورة الخمرة وصلت 3.5 مليون. شو رأيك بال أما بنعمتك ربيك فحدد. الرجال عنده فلوس. عنده فلوس يشرب خمر ما بتحاسب أنت، يحاسب الله. بكلمك صراحة. لأن فلوس وين جابينها؟ يحاسب فلوس الدولة. اسمعنا يا أخي، ما تحاسبه أنت كسوري ولا أنا كصومالي، يحاسبه الشعب السعودي. ما دام الشعب السعودي راضي، ما دام الشعب السعودي راضي شو دخلنا الحين؟ مين راضي؟ مين قال لك الشعب السعودي راضي؟ ها؟ ليش أخذت استفتاء؟ أخذت استفتاء؟ لا هو أخذ استفتاء مني. ها؟ أنت مين؟ أنت سوري ما بياخذ استفتاء منك. زين ثاني شيء قاعد بقصر نص مليار واشترى صورة همر بنص مليار. يا أخي أما نعمة ربك في فلوس. أنا دحين لو ربي عطاني فلوس أحسن إنجليزية بعد ما تمشي. يوم القيامة تسأل عن مية. يا جماعة الخير بتحاسب رجل على فلوسه؟ فلوسه من وين؟ حاسبه. ها؟ رايح بروح له نص مليون على صورة. طيب حاسب رئيسك، ليش ما تحاسب رئيسك؟ حاسبه. 27 واحد ميت من عيلتي كلياتهم بحارب رئيسي. هذا رئيسي، هذا زفت بشار الأسد. نقول لي بحاسبه. لا بتحاسب. هسه افتح ملفات. لا تفوت. جاي هسه ادز لك اياها ايميل. انا بقول لك شيء. الغلط مش بعدين شو مش عند زعماء؟ نحن اللي اعطينا لهم القوه والباور.
نحن اللي مجدنا يبتع القوة يا الباور اللي رفعناهم. حافظ الأسد كان حافظ الأسد كان حامي حامي إسرائيل يا زلمة. حافظ الأسد كان رئيس سوريا. واحدة ما طرب على إسرائيل. الأسطوانة سامعينها في الوقت المناسب واليوم المناسب. حافظ الأسد كان حاكم سوريا. أنت عارف حافظ الأسد المنكر والحرب وقتل السوريين. كيف قبلت ببشار؟ أنا قبلت بشار. أنت شعب. أخرج للشارع وأحمل السلاح. شال السلاح. شال السلاح. أنت شعب تشتب الجزمة. أيوة. كنا هنا. أنا كشعب صومالي نشتب الجزمة. كنا هنا زي بعض. أنا واحد من الناس اللي بدأت المظاهرات في سوريا. متى بدأت المظاهرات؟ 2011. ليش ما قمت بالمظاهرات يوم ما حافظ الأسد مات وعينوا بشار؟ الناس وعيت. الناس وعيت على النت. 50 سنة حاكمك حافظ الأسد دحين وعين. حاكمني أنا اللي ما بقعد ببيتي ما أعرف شو شعب جاي يحكمني. الغلط على النت وعلى التلفزيون. الغلط مش من الغلط مش من حكامنا. أنا عمري 25 يا رجل. الغلط مش من حكامنا. الغلط مني ومنك. نحن الشعوب اللي تحتاج بالكلمة. ماشي تشتي اخرج عمل السلاح. عمري 25 سنة. اخرج ايام بشار اسد السلام سنة 2000 كان عمري 3 سنوات. انا هلا 2011 جيلنا اللي طلع ثورة على بشار اسد. وش استفاد من الثورة؟ هذا شعب عشان روسي راح معايا حبيبي. لما هو يسوي هذا مع روسيا اللي بطل بشار الاسد. بشار الاسد دعمته عشان يسيء الموقف. ولولا بشار الاسد ما بعرفش يحكي ولا كلمة. يا رجل رفعت الاسد قتل نص الشعب السوري. بدعم مين؟ ورجع لسوريا للاذقية. ليش ما تروحوا له للبيت؟ بدعم مين؟ بشار ابن اخوه دخل البلد. ابن اخوه السعودية ما اخذ ميزانية حافظ الاسد. اعلنت سوريا. نحن شعوب تعبانة. تعبانة من أي ناحية؟ من كل شيء. نحن شعوب تعبانة لأن تركنا الدين وتركنا القرآن وتركنا شوف ما يسمع كلام الشيخ. هذا هو اللي صار فينا الأحوال الآن. نحن نمجد تعدى على الله. نحن نمجد على السنة. نمجد القاتل. نمجد الشغنة في حياته وفي أموالنا. شنو تعتقد خلع الحكام العرب مو أحسن فعل؟ العدوية بالملايين. الله يطال كل شيء. الدبابة المصرية مشت على الشعب المصري. والله احوال موسى كان مع بني اسرائيل شعب وسط هم يعانون من هكذا. الله اشتق لهم اشعلوا قبلتكم وبيوتكم. بتحاول ايش؟ والله هذا ما عمل قبل ما تقدر. ليش ما تتراضى ولا لا؟ ها؟ ليش ما تتراضى كثير ولا لا؟ طبعا خلص اظن شفت حاولوا اصلا مش كل شعب مطبقين مصريين مثل مليون ما حاولوا. اللي كانوا في رابعه ما حاولوا. كانوا مطالبين بالشرعية. موسى هذا مش وقوف لرئيس ورجع تقصاد. زين شنو رأيك شنو رأيك بالسيسي الخول؟ سوري بالسيسي. السيسي أحسن راجل. شنو يعمل السيسي؟ ما هي إنجازات السيسي؟ السيسي عمل كل حاجة على 180 مليون. زين شنو هي إنجازاته؟ عمل كل حاجة صح. عمل مصر. عمل كل حاجة. عملنا كل حاجة. أوكي كل حاجة. أنت مصري. أنا كصومالي مالي دعوة في بلدك. أنت ما تسبش على بلدي. اسمع لا هذا اللي قال عرس وشلا. لا العرس دي هذا بلد العرس. أنا أقول لك مش أنا. أفتهم لك كيف؟ أنت حر في بلدك. أنا حر بس أنت ما تشتمش. أنا ما شتمتك. قلت مصر مش عارف شيء. أسمعنا. أنت حر في بلدك. تعين اللي تعين وتسيب اللي يسيب. ما حدش يسيب. بس لا تجيش مشاكلك تجيب. يعني أنت من جماعة السيسي؟ أنا من السيسي من جماعة السيسي. ساعات الجيسي. سيسي مسلم؟ مسلم. أمي يهودي. يعني السيسي عقبك السيسي هرجع مصر حبيبي. انا هرجع طبعا. انا عايش شنو ولا هو انت هترجع بيتك حال المصريين هرجع بالناس. يعني انت سنتين. لا والله لسه بقالي اجي شهرين. طب ارجع مصر يلا ارجع من الشوي. طب اسمع يعني انت تعتقد السيسي مش خول؟ لا بس دقيقه انا اتكلم معه. خلاص اسكت انت شويه. يعني السيسي مش خول؟ ما يتعامل مع اليهود ضد المسلمين؟ ما في صفقة سلام بين مصر وإسرائيل؟ ما فيش صفقة. السيسي هو اللي أنقذ مصر. أنا من غزة. كم من العصابة؟ شو ما فيش صفقة حبيبي؟ ما فيش. كم ما فيش؟ شو أنت شفت؟ شو اللي ما فيش؟
مساعد في فلسطين. سوى عليهم حصار بغزة. مسوى عليهم حصار بغزة تعرف؟ ما سوى فلسطين. ما سوى شيء. أنا بسأل إيش سوى فلسطين؟ أنا من غزة شو أشوف؟ أنا من غزة بتقولي شو؟ خش على النت اسأل الشيخ اسأل شيخ اسأل شيخ جوجل. الله يحمي مرسي. مسوين حصار على غزة. مصر مسوي حصار على غزة. انت تعرف ان سيناء ساقطة عسكريا؟ سيناء ساقطة عسكريا. الجيش المصري ابو كفتة ما يقدر يتحررها. من اللي قال لك سيناء؟ الناس اللي قال لك ايه؟ سيناء ساقطة عسكريا. وثاني شيء اقول لك انت سمعت مره القبائل الليبيه تناشد السيسي اتجاهها؟ اقول لك شيء، القبائل الفلسطينيه تناشد السيسي تحرير فلسطين كمان. وين اين انتم من تحرير فلسطين؟ الليبيه يقول لك ما بنسمعش السيسي. قبائل كله كانوا طالعين يقول لك احمينا ومش عارف. لا اريد اعرف، اريد اعرف السيسي شنو سوى؟ انا من بدو مصر، من المطروح، من ولد عالم. سيناء ساقطة عسكريا. جيش ابو كفتة ما يقدر يحررها. يعني هذا بيعرف، هذا يعرف بالكفتة. قل له، خلي قله حبيبي قل له على جيش ابو كفتة. ليش بالسمية؟ بس السيسي خول. يعني شنو احنا غلطنا عليه؟ انت اللي خولت مش السيسي. لا السيسي اكبر خول. مين اللي قال لك انه خول؟ اكبر خول. انا اقول لك خول. قص أمك يا سيسي. قص أمك يا سيسي. قص أمك أنت كمان. قص أمك يا ابن المنتاكة. امشي يا حول يا خول. وقف هذا كلام، ما بس الكلام. امشي يا وزير. حط بطيزك هذا يا منياك. امشي يا وسخ. يلا تعال يا وسخ. تعال يا وسخ. انت جاي شنو تسوي دكتوره هنا؟ ليش ما ترجع على السيسي؟ امشي يا وسخ. امشي يا ورع. انت يلا تعال هنا. تعال هنا.